السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أعلنت وزارة الصحة التركية الاثنين تسجيل 29 حالة وفاة و 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وقالت الوزارة في النشرة اليومية إن عدد الوفيات الإجمالي ارتفع إلى 4369 وفاة والإصابات إلى 157.814 إصابة. وذكرت الوزارة أنها أجرت 21.492 فحصا جديدا خلال أخر 24 ساعة ليصل عدد الفحوصات الإجمالي إلى 1,853,754 فحصا منذ وصول الوباء إلى البلاد. وأشارت إلى أن عدد المتعافين اليومي وصل إلى 1,321 متعاف ليبلغ الرقم الإجمالي 110,015 متعافٍ.